هرم مازلو، مازلو عالم نفس فكر وحلل وطلع نظرية لاحتياجات الإنسان، قال إنه الإنسان العادي عنده 5 احتياجات مختلفة. فقال الاحتياج الأول، الإنسان يحتاج إلى البقاء، المأكل، المشرب، يحتاج أن يبقى، أن يعيش. الاحتياج الثاني الأمان، الإنسان يحتاج أن يشعر بالأمان، أنه ساكن في مسكن آمن، بيروح من بيته إلى شغله في أمان بدون خطر على حياته. الاحتياج الثالث الاحتياج إلى الانتماء، الإنسان الطبيعي يحتاج أن ينتمي إلى شيء أكبر منه، ينتمي إلى عائلة، إلى قبيلة، إلى دولة، إلى دين، إلى مبدأ معين. الاحتياج الرابع الحاجة إلى الاحترام والتقدير. الاحتياج الخامس الحاجة إلى الارتقاء، الإنسان برضو لأنه مكون سبحان الله من روح يحتاج أن يرتقي لأمر أكبر منه. وهنا يأتي موضوع الارتقاء الروحي والحاجة إلى الصلة بإله والعمل التطوعي والعطاء والبذل والإيثار، كل هذه حاجات للارتقاء البشري. السؤال، كم من هذه الاحتياجات ملبى لدى اللاجئين؟ نجد أنه كثير من اللاجئين عندهم مشكلة في البقاء، كثير من اللاجئين يموتوا جوعا وعطشا، خاصة لما ينتقلوا من بلادهم في مرحلة الهجرة، كثير منهم يموتوا، في موضوع البقاء غير متوفر لعدد منهم. موضوع الأمان، تركوا بلادهم وكثير من هذه البلاد فيها حروب ففقدوا موضوع الأمان. موضوع الانتماء، كثير جدا من اللاجئين فقدوا عدد كبير من أهلهم، ما في لاجئ إلا فقد أب أو أم أو أخ أو أخت أو ولد عم. الحاجة للاحترام، الاحترام، كثير من اللاجئين لا يعاملوا باحترام، في الحمد لله حالات إيجابية ولكن في عدد في بعض البلاد يشعروا أنهم عبء على الدولة ويشعروا أنه عبء على الناس والناس تتعامل معهم بتأفف وبفوقية أحيانا، فالحاجة للاحترام أيضا فيها خلل. وبالتالي فدعم اللاجئين كل على قدر استطاعته هو تلبية لاحتياجاتهم الإنسانية الطبيعية، ولذلك في الأمم المتحدة قالوا أنه دعم اللاجئين هو حق، هو حق من حقوقهم، ليست مجرد رفاهية أو تفضل أو تبرع، هو حق من حقوق اللاجئ أن نوفر له هذه الاحتياجات الإنسانية الطبيعية. ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرة، لا تيأس فالخير بنا فطرة، الله استعمرنا.